القديم، مساء السعادة والجمال على كل عشاق التاريخ المصري القديم وأصدقاء ومحبي المؤرخ العظيم دكتور بسام الشماع. أنا لما بسمع فيديوهات حضرتك مؤرخنا العظيم دكتور بسام بيحضرني على طول مشهد فارس السينما المصرية، الرجل الهمام الفنان القدير أحمد مظهر. صوته الجهوري العميق لما بيتحدث الإنجليزية بطلاقة، رقي الفرسان في الأداء، إزاي بيأدي الدور واندماجه في العمل ودوره الفني كبرنس من الأسرة العلوية. لما فكر إن هو يشتغل ويعمل بعد ما كان رجل أمير متوج، فكر في شرح تاريخ بلده وكانت دي أنسب مهنة لي. الحقيقة لما بشوف لقطات وهو مرشد سياحي في الفيلم على طول بفتكر حضرتك وتحليلاتك العميقة وشرحك الكريم المستفيض وعمقك في الشرح وفي الأداء وتأريخ المعلومة وتوثيقها وإنك جايبها من القاع والجدر. ده بيخليني أشعر إنه حضرتك درة اللؤلؤ اللي أرسلها إلينا أجدادنا المصريين القدماء علشان تنير هذا الطريق اللي فيه شعوب وحضارات مختلفة بتنيره بالحضارة المصرية الشهيرة. وأعتقد إنه المصريين القدماء ما كانوش هيلاقوا لا أعظم ولا أصدق من سفير ينوب عنهم في شرح حضارتهم وحياتهم وأفكارهم غير حضرتك. ومن المشاهد برضو اللي بتستوقفني في فيلم الأيادي الناعمة لما اختاروا الرحلة النيلية على صفحة نهر النيل العظيم علشان يتكلموا عن التاريخ، وده اللي قاله فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر في مشهد الفيلم. أنا برضو بشعر إن حضرتك لما بتبتدي تشرح بتسحبنا جميعا، كل مشاهدينك ومستمعينك في كل مكان ومحبينك وأصدقائك، بتسحبنا إلى بساط سحري عظيم مليء بالشموخ والحضارة والتاريخ.